معنا عبر الهاتف السيد سعيد عجاوي، نائب رئيس نادي الجليل. مساء الخير استاذ سعيد. مساء النور، تحياتي. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، الله يخليك. العوده من جديد الى دور المحترفين الان مسؤوليه كبيره لاداره نادي الجليل من اجل يعني البقاء في دور المحترفين وتقديم صوره مشرقه لهذا الفريق التاريخي. يا سيدي ان شاء الله. يعني احنا اول شيء بالبدايه بنقول لك كل عام وانت بخير، انت واسره التلفزيون والاخ خالد الخطابي. كل عام وانت بخير. تحياتي لكم. الجليل ان شاء الله انه يعني يظهر في هذا الموسم بالمظهر اللائق. صراحه عن استعداداتنا اتكلم، طبعا احنا بدينا تقريبا حوالي قبل اسبوعين بدأ مرحله الاعداد للفريق، وهناك سياسه في الموسم الحالي طبعا راح ينتهجها النادي واداره النادي والقائمين على الفريق سواء كان الكادر الفني والاداري، انه يعني راح نتمسك في جزء لا يقل عن 50% من الفريق اللي صعد في دوري الدرجه الاولى في الموسم السابق. نعم. يعني احنا حافظنا على مجموعه من اللاعبين صراحه لا يقل عن 10 لاعبين بالاضافه لمجموعه من اللاعبين الواعدين اللي في سن 19. فبالتالي يعني الان في عندنا يعني شكل فريق في البدايه، وبدانا بتعزيز الفريق من اللاعبين المحليين. وانا يعني بحكي بصراحه نادي الجليل الان مش عم بيشتغل على الاسماء الرناني، يعني احنا بنحاول نجلب بعض اللاعبين المغمورين اللي يكونوا على قدر من الاحترافيه والفنيه في تقديم افضل ما لديهم خلال الموسم، خلال دوري بطوله الدرع وخلال الدوري المحترفين. بس هاي الاسماء ممكن ما تساعدك ان تظل بالدوري استاذ سعيد. هلا يعني احكي لك، انا احنا بجوز الموسم السابق لما صعدنا لدوري المحترفين واخذنا بطوله الدرع، بجوز يعني السياسه اللي مشينا فيها انه تخلينا عن معظم اللاعبين اللي صعدوا معنا في الدرجه الاولى صراحه. يعني كان هناك مش اكثر من يعني مش اقل من 20 عقد للاعبين جدد دخلوا على دوري المحترفين. هلا اوكي، شاركنا في دوري في الدرع واخذنا بطوله الدرع. هلا يعني لا يعني ما بدي احكي لك انه احنا اخذنا بطوله الدرع، هذا يعني انه احنا كنا افضل فريق في دوري المحترفين. هلا هناك ظروف للانديه وظروف لفريق الجليل، بجوز الجليل كان لسه ما زال يعني قريب من البطوله، ما كانش يعني خلينا اقول لك يعني ماخذ استكان وماخذ استراحه، كان تقريبا لما صارت بطوله الدرع كان فريق الجليل لسه منهي يعني بطوله الدوري الدرجه الاولى وماخذ بطلها بفتره بسيطه، فبالتالي كان هناك يعني ما زال الحافز موجود عند اللاعبين والاداره والى اخره، فبالتالي شاءت الظروف وقدر رب العالمين واخذنا بطوله الدرع. نعم. اما احنا على موضوع الاستعداد صراحه احنا الان موعودين في 3 لاعبين محترفين برازيليين، ان شاء الله ان شاء الله راح يوصل 2 منهم يوم الخميس وواحد راح يوصل بواحد الشهر، بالاضافه يعني انه احنا عززنا بعض اللاعبين المحليين برضو، يعني مش انه مغمورين هلا في لاعبين موجودين بس يعني ما بدي اقول لك نجوم، مش اسماء قويه، يعني اسماء مش قويه، لكن يعني هلا مرات في لاعبين اخ احمد بتكون مغموره لكن صراحه بتلفت النظر في الدوري وبتكون ارقام صعبه في الدوري. صح. يعني بجوز ما كان يعني ماخذه حظها في الفرق اللي لعبت لها، لكن ان شاء الله انه يعني الجليل راح يظهر في مظهر بقياده المدير الفني الاخ محمد العبابني والكادر التدريبي احمد الشلبي واحمد مرعي ومدرب الحراس القدير زياد النمراوي، بالاضافه لانه انا في عندي مدير اداري واداري فريق يعني بالدوزر والكل بيعرفه اللي هو اخ احمد ابو خروب، محمد ابو خروب، اللي يعني من فتره طويله من 5 6 سنوات وهو الان هو اداري للفريق، وهناك جهاز كامل موجود مع الفريق، واحنا الان ان شاء الله يعني على هبه استعداد انه يعني الجليل يظهر في مظهر لائق في بطوله الدرع. ما راح نكون يعني زي ما بيقولوها لقمه سائغه امام الفرق. استاذ سعيد، يعني انتم متاخرين بالاستعداد، يعني من قبل اسبوع او اسبوعين كما تحدثت بدي اسالك عن طموحك بالدرع، هل هو فقط استعداد لدور المحترفين وتجريب بعض اللاعبين ام انه ممكن انه نشوف الجليل ينافس؟ يا سيدي شوف، هلا يعني ما بدي اقول لك انه احنا عندنا طموح في انه ناخذ بطوله الدرع، لا، هي يعني في عندنا مجموعه من اللاعبين صراحه راح تكون تحت التجريب وانه نظهر في مظهر لائق، وهي فتره استعداد لدوري المحترفين. نعم. ما بدي اقول لك انه انا عندي طموح اني اخذ بطوله الدرع، لكن مرات تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني انا في احدى المرات بتذكر
في احدى الفرق، يعني طلبت المدير الفني لفريق في الدرجه الاولى، ما بدنا احنا ملعب بابناء النادي، بدناش نصعد السنه، خلينا في الدرجه الاولى. لكن شاءت الظروف اني انا العب على المباراه النهائيه، وكان بحاجه لنقطه اني اصعد دوري المحترفين. صحيح. فالتالي ما بتعرف، احنا راح نقدم اللي علينا. نعم. وهي فتره تجريبيه للفريق. بس يعني خلال حديثك راح تكون يعني الامور صعبه، وصعبه جدا على نادي الجليل صراحه. انت ما في تعاقدات رناني من اللاعبين المحليين، وممكن اللاعبين المحترفين ما يكونوا على قدر المسؤوليه، ما يساعدوا نادي الجليل. لكن ان شاء الله احنا نتمنى لكم كل خير استاذ سعيد، وشكرا جزيلا. تحياتي لك استاذ احمد، الله يرضى عليك. شكرا.